أكد لاعب المنتخب السعودي عبد العزيز البيشي سعادته بالمشاركة أمام المنتخب البرازيلي، مؤكدا أن المدرب بيتزي وزملائه هم السبب الرئيسي بتألقه في أول ظهور له رفقة الأخضر. الثقة هذه أعطانا أول شيء المدرب قبل يمكن المباراة بيومين أو ثلاثة أيام، كلمني قال إنه لعبك زي كذا وعادي وخل الوضع كويس. وثاني شيء زملائي اللاعبين في الملعب ساعدوني بشكل كويس، إن شاء الله نفكر في الجاي يعني نكون نقدم مباراة أفضل في الوديات أو في مشاركة آسيا. أشكر جميع من دعمني والشكر خاص خاصة للمدرب إنه ساعدني كثير.